divertida. We're gonna cope challenge. Kitito Maya for the challenge Maximus. Will the challenge over on? What the heck over on? Adi Wara. Ra Udan. Wara. واحد فينا هيفتح ورقة اهو الورقة في الورقة دي كلمة الورقة دي فيها كلمة انتوا ممكن ما تشوفوش الكلمة حلو طيب جواها كلمة هنملي الورقة دياتي مية مية بعديها هنحط صلصة اللي هو كاتشب اللي هو ده حتة صغيرة ونتعكها كده بعديها هنطبقه ونعمل ايه ونغسله بعد ما نغسله كده بالميه يعني نحط فيه ميه هنفتحه هنلاقي جواه كاتشب هنتعك الكاتشب تاني بعديها هنطبقه كده وندوس جامد ايه ده ماكس ندوس كده جامد اهو جامد بعد ما ندوسه جامد ماشي فبعد يا ما ندوسه جامد يا ونطبقه هنطبقه بقى فوق وتحت وكده ونعككه يعني بصوا اهو دي انا هعملها كده وكده ولخبطت شايفين مش مترتبه حلو احنا هنعمل كده بعديها هتبللها على الاخر بعد ما تبللها على الاخر هيحصل ايه هتفتحها تحاول تفتحها من غير ما تتقطع لو اتقطعت تكون خسرت الجولة دي ماشي لكن لو ما اتقطعتش نشوف الكلمة لو الكلمة لسه باينة يبقى انت كده فزت في الجولة دي لكن لو الكلمات اتحاشت يبقى انت خسرت في الجولة دي تمام نحط ده هنا ودي يبقى كده سيم زي بعض تمام يلا بينا نبدا التحدي يلا بينا يلا اختار ورق تمام يا سلام ايه ده ده كاتشب طب استنى بص تفتح الورق بصوا هنا بيقول تشيز تشيز هو مكتوب في الرصاص ممكن يبانش كويس تشيز يعني جبنه فهنشوف كلمه جبنه هتبان حلو ولا لا حط سنة كاتشب بس دي هيكون لدور ماكس انا هعملها له ماكسيموس لا هنشوف اهو اهو نتعكها بس ده يكون بتاع ماكسيموس يعني لو ما بانش ما ديش ده نتعكه بقى من هنا ها ونطبقه بس من ده وسط جامد لسه ماشي وهبلله ميه طيب انا بللته بعدين يلا بعديها نشوف نفتح الورقة نشوف بقى ايه الحي بس بعديها هنفتحها هندوس بعديها هنقوش هنعمل كده الكاتشب في كذا حتة عشان يبقى تاني بعديها نطبقه كده بعديها هندوس عليه بعديها هنعمله كده هذا الكاتشب كده هذا الكاتشب ماشي ها بعديها كده اتطبقت هنبللها تاني بعديها ماكسيموس هيفتحها ونشوف اللي هيحصل هتتقطع ولا لا ولو اتقطعت هنشوف الحروف باينه ولا لا بس عشان الرصاص ممكن ما تبانش في الجزء التاني عشان تعرفوا ايه اللي حصل